سينا معكم المشوار وباش نمشيو في روبورتاج نادي دوليشا. هذا النادي فيه أكثر من 300 عنصر. الفكرة متاعو تتكون في أنه كل أسبوع أو أسبوعين يمشيو يحوصوا في تونس، بالتونسي يقولوا مشي دولش، ويصوروا بعض المواقع، يعملوا نهار به في تونس يتعرفوا من خلالها على تونس الخضراء. حبوا أنه في نهاية العام يعملوا تصاور حلوين ويعلقوهم في طاهر الحداد ويشوفوهم التويسة. الدوليشا كانت فكرة حلوة برشا. احنا زرناها في طاهر الحداد وراجعين باش نشوفوا روبورتاج. دوليشا هي مجموعة ناس أصحاب و وقتاش تلميتو؟ توا عمرها تقريبا 14 شهر، عام وشهرين. ونشاط أول حاجة نشاط ثقافي بصفة عامة، معرفة التراث البلاد، تراث طبيعي والتراث التاريخي. هذه معناتها الحاجة الهامة نتاع المجموعة هذه. نعملوا برشا خرجات، المعدل خرجتين في الشهر، فهمني، خرجات ثقافية، وطبعا زاد فيها حتى شوية نشاط رياضي، اون سو سونس وين ثم مشي تويتي ميم تويتي ميم حتى بالساعتين ثلاثة ماشي، معناتها 10 كيلومتر بسهولة. دونك النشاط تاع المجموعة هذه هنا سنة آخر عام، الشهر هذايا آخر عام، جاتنا الفكرة تاع علاش ما نعملوش إكسبوزيسيون، عرض تاع الصور اللي نعملوا فيهم احنا بصفة عامة في كل خرجة. و ثم حاجة هامة هو كونوا الصور هذوما الموجود الكل تاع ناس ما همش بروفيسيونيل، سي دي اماتور، سي دي انستان ديموسيون، معناتها غداوهم وقت الخرجات. وقلنا بون اي كل واحد بون يلم زوج ثلاثة من التصاور اللي عنده اللي يعجبوه اللي يحس بها بون، وعملنا العرض هذا. في المجموعة متاع دوليشا توا عندي ستة سبعة شهر. دونك المدام دخلتني، دونك مرتك سبقتك، مرتي سبقتني، ولقيت في المجموعة هذه دونك اللي باهي فيه كونه دونك نتلموا عائلات، جو عائلي. دونك خرجنا برشا خرجات وتعرفت أنا بيدي شخصيا، لأني ولد دبلوماسي وما نعرفش تونس اللي هي عزيزة علينا، تونس نعرفها أنا من برا والدبلوماسي، لكن الأعماق لا، الأعماق ما نعرفهاش. شنو اللي اكتشفته خلال الزيارة في دول؟ اكتشفت اللي كونها تونس غالية
بالتاريخ نتاعها اللي عندها 3000 سنه، 3000 سنه تاريخ، وما نعرفوش. انا شخصيا بما اني دراستي قريت في المدارس الفرنساويه، ما قريتش معناتها تاريخ تونس، برنامج تونس. وهذاك علاش يلزم نرجعوا البرنامج تاع التاريخ تاع تونس الاكثريه للميدان التربوي. وبالدوليشة اكتشفت كون بالخرجيه نتاعنا بقايا بتصاور، خذيت انا بيدي تصاور. وين خذيته ما تصاور انت شخصيا؟ في بني متير في شمتو، بولا ريجيا. هما برشا، دونك فما فرق ما بين بيلا ريجيا وبولا ريجيا. وين موجودة تاريخ؟ موجودة في طريق جندوبة، ما بين بيجا وجندوبة. للناس اللي يتفرجوا فينا ما يعرفوهاش، على شنو ركزت بالأساس في الصور نتاعك؟ المناظر الطبيعية والحياة اليومية للتونسي؟ الأكثرية فما المنطقة الأثرية اللي هي تعجبت وشفت اللي كانت فيها حضارة كبيرة، اللي الحضارة الفينيقية والحضارة الرومانية، حضارات تعديوا على البلاد العزيزة علينا ويلزمنا نحتفظوا بها برشا. فما اللي برشا ناس كل مرة يقول لك أنا نحب نمشي لبرا باش نكتشف، فما بقايا، فما مثلا فما شتوت ما نعرفوهمش. فما برشا ناس يقول لك مشيت للمالديف، لو كان عندنا للمالديف في تونس اللي هي ما بين سجنين وكيف عبيت، بقايا اللي بصراحة جنة على الأرض. ياسمين، انت اصغر عضو في جمعيه دوليشا او نادي دوليشا، عندك 3 تصاور. اي منين جبتهم تصاور هذوما؟ هذوما تصاور من البرج نتاع بني متير، وغابه في بني متير تمثل فيها شلال، وانا عجبتني التصوير هذايا يا اخي، صورتها كانت من اجمل التصاور اللي صورتهم انا. بون انا الحقيقه مغرومه ياسر بالتصاور، ديما كل ما نمشي لاي بلاصه نحب نتصور. مشيت لبرشا بلايس، ومن خلال دوليشا اكتشفت برشا بلايس أثرية ثقافية. كنت ديما مغرومة يعني بتصور، نصور في برشا بلايس، وأنا الحقيقة عجبتني ياسر دوليشا، اكتشفت من خلالها برشا حاجات، عرفت بلادي اللي برشا عبيد ما يعرفوهاش. وديما نحنا نقولوا بلادنا ما فيها شيء، وما هي الحقيقة طلعت فيها برشا بلايس مزيانة من الشمال للجنوب. لو كان نقول لك العبيد اللي يتفرجوا فينا اليوم اذا يحبوا يعديوا ويكاند، وين تقول لهم يمشيوا؟ برشا بلايص تونس كلها مزيانه. اختار بلاصه مثلا ينجموا عند راهم، وينجموا مثلا برشا بلايص، حتى من بني متير ياسر بلاصه، انا اعز بلاصه عجبتني. كيف زاد مشينا للجنوب، عدينا سيجور ياسر طياره، مشينا للشبيكه، مشينا برشا بلايص.